بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الرحمن. اليوم يوم جميل وتبارك الرحمن، أجواء جميلة، وهذا منظر خلفي لأحد مشاريعنا العقارية في البوسنة، قيد الإنشاء والتسليم بإذن الله هذا الأسبوع إذا الله سهل. 4 فلل بإذن الله إذا الله أحيانا إن شاء الله وياكم، راح نبدأ ب4 فلل تصاميم جميلة بإذن الله، تسليم مفتاح وتصاميم جديدة سواء بالشكل الخارجي والداخلي غير الفلل اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله. وطبعا هذا طبعا هذه أحد الإطلالات اللي على البلكونة في المشروع، وهذا المسجد تبارك الرحمن، وهذا من الخلف بإذن الله، وهذا كله 200 متر والحمد لله.